فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم مس المصحف الذي يكون مخزنا في الجوال بالنسبة للحائض؟ الجوال ليس مصحفا، الجوال ومسجل والأشياء دي ليست مصاحف، لا يجوز حملها ومسها. نعم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، فتاوى شرح كتاب العمدة في الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله، مرتبة على أبواب فقهية، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.